التعريفة ما عادتش تخلص. دعم المحروقات كما قال زميلي، دعم المحروقات اللي هو لازم باش يكون الناس الكل يدعمونا في المحروقات، التأمين، التقاعد، تطهير القطاع، حق الملكية في الرخصة، الإعفاء الديواني، مانيش حافظ، تنقيح قانون 33، إزداء القروض من طرف البنوك لجميع التاكسيات سواء كان صانع سواء كان ملاك، الفحص الفني للسيارة يلزم زادة كذلك يكون سنة في مدة 10 سنين يكون عام، إعداد مجلة خاصة بالنسبة للتاكسي الفردي، والحقوق خاصة فيما يخص الغاز معلوم جي بي ال، ولذلك كذا يلزم الإعفاء تاع معلوم الغاز.